فتنوي أمة لأنه بهذا الزمان شيعة هالزمان انقلبوا وانمسخوا. شيعة هالزمان شيعة هالزمان إذا واحد يسألهم عن عثمان بعضهم يترحمون عليه على أساس من باب شنو حقن الدماء، خلي نحقن الدماء يعني. بل أكو في شيعة هذا الزمان يعني من يدعون التشيع من لطموا على عثمان وويلاه. هذا أكو الأخرف شنو الأكرف أكرف شنو اسمه حسين الأكرف، واحد رادود من جماعة خامنئي يعني جماعة خامنئي وكذا، وسمعنا هم بالأخير قام يدندن ويغني ومدري شنو يطقطق له مدري بيانو ما بيانو مدري من الأول الله العالم بعد هو هذا بعد هو شنو على إمامه على خامنئي بعد. خامنئي كان يحب قعدات، ترى قعدات الموسيقى وما موسيقى مشهور عنه كان قبل، هسه خفية يسوي مو أما مو بالعلن، بس رفقاؤه ينقلون ذلك عنه، يعني يحب شوية طرب يعني يحب هالأمور. اي فشنو هذا عنده قصيدة هذا الخسيس لطم الناس، ما اتذكر شنو الكلمة في ايام شهادة امير المؤمنين عليه السلام يقول ما ادري بسيوفي شنو ما ادري والله شنو كان ولقتل عثمان من سيوف مروان ولقتل عثمان من سيوف مروان والمسيري فتنة من كل سفيان. الله وبعدين سل الهواشم داره تلازم اي بعدين ما فاني ولحفظ عثمان من سيوف مروان والمريد فتنة من كل سفيان أرسل الهواشم داره تلازم تمنع الفتنة من قتل ابن عفان. شنو هذا؟ شوف شوف القلب للحقائق يعني صار شنو صور أنه أمير المؤمنين عليه السلام أي هذا شنو هالأنذال هؤلاء شنو هال ما هذه المسوخ معقولة يوصل زمان بالشيعة يلطمون على عثمان ويقولون أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يعني دافع عن عثمان وأحب عثمان وأرسل إليه الحسنين عليهما السلام حتى يعني يأخذون بالتواريخ المزورة والتواريخ البكرية لهذا الغرض يعني يعني أنتم تريدون تبينون أنه شنو أمير المؤمنين عليه السلام كان يدافع عن الطغاة عن المجرمين. هذا مناقض للتاريخ الصحيح الذي حتى في تواريخ أهل الخلاف يعني أنا ذات مرة هناك لدي سلسلة أتذكر أنها شيعت كثيرة من الناس بحمد الله بعنوان عثمان بن عفان حمال الخطايا لأنه وصف أمير المؤمنين عليه السلام لعثمان بأنه حمال الخطايا ثابت حتى في مصادر أهل الخلاف بالسند الصحيح. أنتم تريدون تصوير هذا الإمام العظيم سيد الأوصياء صلوات الله عليه أنه كان يدافع عن حمال الخطايا؟ من الذين قتلوا عثمان؟ جماعة علي عليه السلام الذين كانوا مع علي عليه السلام والذين استمر علي في حمايتهم والدفاع عنهم وتحمل قيام حروب ضارية لأجل حمايتهم وجعلهم قادة جنده وأركان دولته، وهذا واحد منهم عمار يعترف يقول وفي الحرب بين الصفين يعني في أجواء الحرب في صفين قال عمرو لعمار. شوف هذا منطق الإنسان الرافضي هكذا تعلموا لا ترتبك أنت إذا الشيعي لا يرتبك، خذوها قاعدة الشيعي الحقيقي لأنه قلبه مطمئن بالله عز وجل. يجيك واحد مخالف يقول لك ما تقول في أبي بكر وعمر؟ جاوب قل له إيه أقول إنهما من أهل النار، أقول إنهما إمامان من الدعاة إلى النار مبدلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول في عثمان؟ أقول كما قال إمامي أمير المؤمنين عليه السلام إنه حمال الخطايا ومن أهل النار. يعجبك إن قتل عثمان؟ إيه يعجبني أنا لست معارضا لذلك.
عرفتوا؟ الله أقول كما قال إمام الله قتل عثمان وأنا معه. قول احكي مع المخالف قل له ليش تخاف؟ صير مثل عمار بن ياسر هذا الرافضي الأشم، يأتي عمرو بن العاص له في أجواء الحرب يقول له ما ترى في قتل عثمان؟ قال فتح لكم باب كل سوء. قال عمرو فعلي قتله؟ قال عمار بل الله رب علي قتله وعلي معه. قال عمرو أكنت في من قتله؟ قال كنت مع من قتله وأنا اليوم أقاتل معهم. قال عمرو فلما قتلتموه؟ قال عمار أراد أن يغير ديننا فقتلناه. الله شو عندك ويانا؟ رافضي أصيل أراد أن يغير ديننا قتلناه، هذا عثمان. قال عمرو ألا تسمعون قد اعترف بقتل عثمان؟ قال عمار وقد قالها فرعون قبلك لقومه ألا تستمعون؟ نفس الشيء. يعني إنسان تحس به ثورة رافضية أصيل شجاع مبدئي، هذا عمار بن ياسر الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله ميزانا، يا عمار تقتلك الفئة الباغية.